بسم الله، تحية ليك ولضيفك الكريم ولكل تحية لك. المشاهدين. تفضل. هو في البداية لابد أن أشرح شيء مهم، يعني وهو أنه منذ سقوط الحكومة المنتخبة في مصر في سنة 2013، من دفع الثمن الأكبر في الحقيقة ليس هو الشعب المصري، وإنما هو الشعب الليبي. إذ أن من فبراير 2014، من يوما أعلن خليفة حفتر انقلابه، فقدت أرواح حوالي من 20 إلى 25 ألف مواطن ليبي، وربما العدد أكبر من هذا بكثير. وبدون أي شك أن الدعم الكبير لحفتر ومشروع حفتر كان من الحكومة المصرية، لذلك ليبيا تضررت من وصول الحكام مصر الحاليين أكثر بكثير مما تضرر المصريون أنفسهم. فهذه نقطة يعني يجب أن نشير لها، رغم أن كما يعلم الجميع في ليبيا هناك ملايين من المصريين يعيشون هناك ويشتغلون هناك. يعني في المنطقة الغربية فقط لا يوجد عدد لا يقل عن مليون مواطن مصري يشتغلون في ليبيا. للأسف الشديد الحكومة المصرية لم تراعي مصالح شعبها ولا مصالح الشعب الليبي، ودعمت بكل وضوح ضابط متمرد كان يسعى للحكم بالقوة. والأخطر من هذا أنها دعمت الهجوم على عاصمة الدولة. أنا لا أعتقد أن تغيير سياسات الدول يكون بهذه البساطة، ولا أعتقد أن سياسة الحكومة المصرية قد تغيرت بين ليلة وضحاها، أصبحت من داعمة لخليفة حفتر في الشرق إلى أنها تتعامل وأنها تريد التخلي على خليفة حفتر. هذا لا يمكن تصديقه بهذه السهولة. لا، أنا لا أعتقد أن سياسات الدول تتغير بهذه الطريقة، وخصوصا أن النظام المصري هو نفس النظام وأن مستشارين النظام المصري هم نفس المستشارين. لذلك لابد أن هناك عوامل أخرى أثرت في هذا الوضع، أولها بدون شك فشل الهجوم العسكري، وهذا في الحقيقة يعني من بعض حتى الأصدقاء يعني يقولون أن الحكومة المصرية تفاجأت كثيرا بدور تركيا في ليبيا، لم تتوقع دخول تركيا بهذه القوة، والنتائج طبعا شاهدها الجميع. الآن الحكومة المصرية هي تعرف جيدا، تستطيع قراءة الوضع وتعلم جيدا أن الحل العسكري أصبح في ليبيا من المستحيل. لا يمكن السيطرة على طرابلس، القوات الموجودة في طرابلس قادرة على رد أي عدوان، ولو تدخلت أي دولة أخرى فالتدخل التركي سيكون طبعا قوي. وشاهدنا وزير الدفاع المصري آسف التركي الأيام الماضية في طرابلس يقول بكل صراحة إن أي هجوم على أي تحرك لقوات حفتر سيواجه بقوة نارية كبيرة. شيء لكن لا شك أن هناك متغيرات، هذا أهم المتغيرات. المتغير الآخر وهو مهم جدا حقيقة هو وصول بايدن إلى السلطة. وصول بايدن وتصريحاته وتصريحات بعض المقربين به حول الدكتاتوريات العربية والإشارة إلى مصر بالتحديد، شاهدنا مقال خرج يوم 7 ديسمبر الماضي منذ حوالي 3 أسابيع يذكر مصر بالاسم يعني، نعم. ويتحدث عن أن هذه دكتاتوريات لا يجب التوقف على معاملتها معاملة خاصة. هذا عامل آخر. والعامل الثالث هو موقف بايدن، وهو نفس الموقف ولكن من ناحية أخرى، هو موقف بايدن الواضح والصريح من روسيا على عكس إدارة ترامب، وخصوصا نعم. بعد الهجمات طيب. هجمات الهاكر على بعض المواقع الأمريكية اللي سمع بها الجميع وكانت وراءها روسيا، هناك غضب يتصاعد ضد روسيا. النظام المصري لا يريد أن يتحمل عقبات تبعات أن مصر هي المسؤولة عن دخول روسيا إلى شرق ليبيا، يريد أن يبتعد عن هذا. طيب إذا ثلاثة عوامل رئيسية ذكرتها، ما زال في عامل رابع لو سمحت لي. نعم تفضل، إذا فلتذكره حتى نتحول. نعم تفضل. العامل الرابع، الحكومة المصرية والجيش المصري لا يريد أي صدام مسلح في ليبيا، لا يريد أن يتورط في ليبيا. هذا عامل مهم جدا أيضا. نعم. الجيش المصري لا يريد التورط طيب. في أي عملية عسكرية خارج حدوده، لذلك عليه إيجاد حل آخر بعيد جدا نعم. عن الحلول العسكرية. طيب. حتى لو أراد بعض الدول مثل الإمارات وغيرها دفع بمعركة جديدة، أنا أعتقد يعني وأنتم ممكن تدرون أكثر مني، تعلم يعني مطلعين أكثر مني على الوضع في مصر، الجيش المصري لا يرغب بأي صراع.